بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل الدروس الفصل الخامس شابتر 5 لسيركوي سيكونسيال. شو معنى سيركوي سيكونسيال؟ شفنا قبل سيركوي كومبيناتوار، قلنا سيركوي كومبيناتوار عندو دي زونتري و عندو دي سورتي. إن فوا نعطي قيمة لونتري هذه راح تخرج لي مباشرة قيمة في لاسورتي، خلاص هذا يسموه سيركوي كومبيناتوار. نعطي قيم في لونتري راح تخرج لي قيم في لاسورتي. سيركوي سيكونسيال يختلف على السيركوي كومبيناتوار انه عنده لونتري، هذه لونتري هذه جايه بدلاله لونتري متغيرات وبدلاله لاسورتي تاع الحاله السابقه، لاسورتي تاع الحاله السابقة. على هذيك سماوه السيركوي سيكونسيال، يعني عندي لي زونتري تاعي العاديين، هادو لي زونتري العاديين زايد الحالة السابقة للمخرج تعطي لي المخرج الجديد، وكأنه هنا يدخل الزمن، لازم يدخل الزمن لأنه عندي حالة سابقة وحالة جديدة. الحالة الجديدة هي بدلالة المداخل العادية هذه زائد الحالة السابقة للمخارج، هذا هو السيركوي سيكونسيال. طبعا من بين أهداف السيركوي سيكونسيال هو الميموريزاسيون، يعني يخدمكم إن ميموار، والكونتاج العد، ديكالاج. هذول هما ثلاث حاجات اللي يعتمد اللي معناها الفوائد تاعو ولا لي فونكسيون تاع لي سيركوي سيكونسيال، هو الميموريزاسيون، الكونتاج والديكالاج. العنصر الاساسي في السيركوي سيكونسيال هما لي باسكيل. هما لي باسكيل. لي باسكيل هنا عندنا اربع انواع من لي باسكيل، اللي هي كاتر تيب دو باسكيل. طبعا الباسكيل شنو هي؟ عباره عن مخرج كي مخرج والنفي المخرج، يعني في المخارج عندنا المخرج والنفي نتاعو، وعندنا لونتري. لونتري هذه هي اللي تحدد نوع الباسكيل. لونتري هنا تحدد نوع الباسكيل. عندنا اربع انواع من الباسكيل: الباسكيل ار اس، باسكيل دي، باسكيل جيكا، باسكيل تي. أربع أنواع من الباسكيل. الباسكيل هو القلاب، العربي يسموه القلاب، يسموه الرجراج، يسموه النطاط، هو الباسكيل. طبعا الحالة كي هذه اللي هي لاسورتي عندها إما أنها تأخذ، إذا كان تأخذ واحد نقوله ليطا أن ولا أو، وإذا أخذت الكي أخذت زيرو نقوله ليطا با ولا ليطا زيرو. هذه في المخرج كي، وهذا النفي تاع المخرج، نفي المخرج اللي هو كي بار. قلنا عندنا اربع انواع من الباسكيل اللي هما ار اس دي و جي كا و تي. الان نروح نعطي انواع هذول. نبدا النوع الاول من الباسكيل اللي هو باسكيل
قبل أن نقرأ لباسكيل نشوف ما معنى سيستم سينكرون وسيستم أسينكرون. سيستم أسينكرون وسيستم سينكرون يعني لا تزامن، لا تزامني، تزامني، هذا سيستم سينكرون تزامني، سيستم اسينكرون يعني لا تزامني. وش معناه؟ كتبت عندي ام باسكيل، اي باسكيل، طبعا راح نقرا درك لي باسكيل بالوحدة بالديتاي. احنا نفرض الان عندي باسكيل، هذه لونتري تاعي وهذه لا سورتي تاعي. الباسكيل اون فوا نعطي قيمه لونتري راح مباشره تخرج لي لا سورتي تاعها. مثلا نعطي صفر صفر تخرج لي هنا صفر، طبعا هذا النفي تاعها يعود واحد. تخرج مثلا نعطي صفر واحد تعطي لي مثلا واحد، وهذا نفيها صفر. اون فوا نعطي قيمه لونتري تعطي لي تخرج قيمه في لا سورتي. هذا واش يسموه؟ هذا نسموه نظام لا تزامني، نظام لا تزامني. النظام التزامني هذا اسينكرون، هذا اسينكرون. النظام الثاني، النوع الثاني من النظام اللي هو النظام تزامني. هنا عندي باسكيل، هذه لونتري، هذه لا سورتي. في الباسكيل سينكرون نزيدو اورلوج، نزيدو مؤقت اش. هذا المؤقت اش هو اللي يسمح بمرور حالة الدخل الى الخرج. يعني لو كون عندي قيمة هنا، لو انه هنا عندي واحد صفر راح تخرج لي هنا واحد مثلا، هناك تعود واحد صفر مش راح تخرج القيمة هذه واحد صفر إلا بعد ما يسمح بها الآش. الآش هو اللي يسمح بمرور حالة الدخل إلى حالة الخرج. هذا يسموه نظام تزامني. هذا ما فيش آش، ما فيش المؤقت، يسموه لا تزامني أسينكرون. وهذا فيه الآش وفيه المؤقت يسموه سينكرون. خلاص، هذه معناها بشكون راح نتعاملوا معها من الان نفهموها احسن. الان ذكرنا اللي باسكيل، قلنا عندنا اربع انواع: باسكيل ال اس، باسكيل دي، باسكيل جيكا، باسكيل تي. نبدا بالباسكيل رقم واحد اللي هي لا باسكيل ار اس. لا باسكيل ار اس، لا باسكيل ار اس، علاه سميناها ار اس؟ لا باسكيل ار اس لان لونتري هي ار اس، هذا هو السيمبول تاعها، كي كيبار. وقلنا قبيل واش قلت لكم هنايا، قلت لكم المدخل، المداخل هما اللي يحددوا نوع الباسكيل. كيما هنا عندي الاس ار، دونك الباسكيل اس ار ولا ار اس، هذه باسكيل ار اس. تلقاو المدخل جيكا نقولو باسكيل جيكا، تلقاو المدخل دي نقولو باسكيل دي، تلقاو المدخل تي نقولو باسكيل تي. يعني المدخل هو اللي يحدد نوع الباسكيل، هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، الباسكيل ار اس هذه لازم نعرف جدول الحقيقة. طبعا هنايا في الباسكيل أنا مش راح ندير ديمونستراسيون كيفاه جات، راح نعطي ديريكت مباشرة تعريفات تاخذوها مباشرة وتقيدوها مليح وخلاص. عندي اس ار لا سورتي تي. اذا فرضنا لا سورتي تي هذه بلس ان، يعني الحاله جديده، طبعا الحاله السابقه تعود كي تي اللي هي الحاله السابقه. عندنا تعود صفر 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 واحد واحد صفر واحد واحد، هذه هذا جدول الحقيقه. تعود صفر صفر تعود الحالة السابقة،
هذه الحالة الجديدة وهذه الحالة السابقة. كتعود صفر واحد راح تخرج صفر، كتعود واحد صفر راح تخرج واحد، وكتعود واحد واحد هذه إكس، هذه انتردي في الباسكيل دي باسكيل أرس، هذه انتردي، ما عنديش هذه الحالة أصلا. دونك جدول الحقيقة هذا يسموه جدول الحقيقة مختصر. جدول الحقيقة دي طاي راح يجي كما هاك، هو مفصل، جدول الحقيقة مفصل راح يجي كما هاك. عندي اس ار كي تي كي تي بلس ان، عندي صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. الآن تعود صفر صفر، هنا واش قلنا؟ تعود صفر صفر قلنا تعود الحالة السابقة، الحالة السابقة تساوي صفر، إذا تجي صفر. تعود صفر صفر تعود الحالة السابقة، الحالة السابقة واحد تجي واحد، هنا صفر واحد صفر، صفر واحد صفر، مهما كانت قيمة الحالة السابقة، واحد صفر واحد، واحد صفر واحد مهما كانت الحالة السابقة، واحد واحد انتردي، واحد واحد انتردي مهما كانت القيم. هذا جدول الحقيقة مفصل وهذا جدول الحقيقة مختصر. الآن نرسم، نرسم الدالة نتاعي أو الجراف تاع باسكيل أرس، هذه أرس راح نرسمها باستعمال بوابة نور، من بعد نستعمل بوابة ناند، يعني نعطيها لكم بوابة نور بوابة ناند. كي بار كي، هذه بوابة نور، هذه باسكيل أرس بوابة نور تجي كيما هاك. لاحظوا باللي هنا لا سورتي اللي هو يرجع للمدخل، لا سورتي يرجع للمدخل واللي هو هذا هو السيستم سيكونسيال. كي الحالة السابقة تاع الكي ترجع للمدخل، والحالة السابقة تاع الكي بار ترجع للمدخل منه. نعطيها لكم واش فيها هنا مليحة، هنايا اس تقابلها كي بار في النور، اس تقابلها كي بار في البوابة ناند، هذه هي البوابة ناند هنا، كي كي بار شوفوا هنا باللي اس تقابل كي، هذه في البوابة ناند. اذا هذه الشيما تاع باسكيل اس على دو دو بورت ناند، وهنا شيما دو باسكيل دو باسكيل اس على دي بورت نور، هنايا اس قبل كي بار وهنا اس قبل كي، هذه باش تشوفوا الشكل يعني الصورة. الآن من خلال طابلو دو فيريتي شفناه قبل هذا، نحاول نعرف نخرجوا ليكواسيون، ليكواسيون دو كيتي بلس ان. هاو عندي نعطيك من هنايا اس ار كيتي صفر 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 واحد 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 صفر، هذا هذا طابلو دو كارنو اللي راح نختزل به هنايا، هاد القيم نختزل من هنا. عندي صفر واحد صفر 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 واحد صفر صفر، ومن بعد واحد واحد صفر اكس اكس، واحد واحد اكس اكس. طبعا هنا راح ناخذ المجموعة، هنا قلنا كتعود اكس ناخذها كيما حبيت، واحد ولا صفر في الاختزال. ترجع الدالة تاعي كي تي بلس ان شحال تساوي، هنا في الحالة هذه تساوي ار بار كي تي، وهنا تساوي اس، يعني اس زائد ار بار كي تي، هذه ليكواسيون دو سورتي كي تي بلس ان.
وهذه عندكم الشيمه تاعي. الان نروح نشوفوا دياغرام نفهم واش معنى دياغرام. دياغرام تمبورال ولا نسموها كرونوغرام. كرونوغرام هذا الدياغرام ولا الكرونوغرام هو حالة الاس والار مع لاسورتي كي. مثلا ناخذ قيمة للاس كيما هاك، هذه اس، ار مثلا ناخذها كيما هاك، والكي عندي كيما هاك. شوفوا مليح، مادام درت كيما هاك معناها هذه الحالة السابقة، الحالة السابقة راها انطلقت بالصفر. الآن حنا واش قلنا؟ قلنا كيعود سيستم اسينكرون واللي هو هذا سيستم اسينكرون، باسكو عندي لونتري هنا تشوفوا فيها اس ار، هنايا اس ار مكانش اش اللي هي تخلي السيستم سينكرون تخليه تزامني. إذا السيستم اسينكرون واش معناها؟ معناها كل ما يحدث تغير على مستوى الاس او الار راح يحدث تغير مباشر على مستوى الخرج. مالوش راح ندير؟ راح ندير كيما هاك، وين كاين تغير في على مستوى الار او الاس، نحاول نرسم الشيما تاعي باستعمال جدول الحقيقة. استعمال جدول الحقيقة، ها شوفوا مليح، هاو جدول الحقيقة قدامكم، وهاي الشيما قدامكم. عندي هنا صفر صفر، حتى لهذه النقطة كاين صفر صفر، إذن هذه تبقى صفر، تبقى لاسورتي صفر اللي هي الحالة السابقة. هنا في هذه اللحظة، في هذه اللحظة أصبح الآس تساوي واحد، آس تساوي واحد والار صفر. نروح نشوف هنا اس تساوي واحد، ار تساوي صفر، الخرج ماذا يساوي؟ يساوي واحد بغض النظر على الحالة السابقة، تساوي واحد. اذا راح يرجع الخرج كي يساوي واحد حتى لهذه النقطة هاي، وين حتى لهذه النقطة. في هذا الجزء هنا اصبحت اس تساوي صفر وار تساوي صفر، ار تساوي صفر، اس تساوي صفر. واش معنى ار تساوي صفر، اس تساوي صفر؟ معناها صفر 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 معناها الحالة السابقة هاي وين في الجدول المختصر هي الحالة السابقة. الحالة السابقة بالنسبة لي هنا هي واحد، اذا تواصل واحد. الان في هذه النقطة بالضبط اصبحت الاس مازال اس تساوي صفر، ار اصبحت تساوي واحد. واش معناها؟ حسب جدول الحقيقة اس تساوي صفر، ار تساوي واحد، لاسورتي تساوي صفر مهما كانت الحالة السابقة. إذا ترجع تساوي صفر وتمشي حتى يحدث تغير، تغير هاهو هنا في هذا الجزء. رايح نرسم هاتي هنا، هذه شفناها قبل، كتعود عندي صفر صفر، كتعود عندي صفر صفر راح تعود الحالة السابقة. كتعود هنا عندي صفر صفر راح تعود الحالة السابقة، الحالة السابقة راهي صفر، إذا تواصل صفر. هنا أرجع تساوي واحد صفر، إذا كتعود تساوي واحد ترجع تساوي واحد حتى لهذا الجزء. هذا الجزء عندي صفر صفر يعني الحالة السابقة، الحالة السابقة تحافظ على الحالة تاعها تمشي صفر. هنا صفر واحد صافي بدلت رجعت صفر، وهكذا. هذا يسموه كرونوغرام، يسموه دياغرام تومبورال دو لا باسكيل ار اس. هنا تلاحظوا باللي الكي تتغير مباشره مع تغير الاس والار، تتغير مباشره مع تغير الاس، وهذا هو اللا تزامني اللي هو اسينكرون. اسينكرون قلنا الرمز سيمبول تاع لا باسكيل ار اس هو هذا، هو هذا هو السيمبول تاعها. نديرو اس ار كيما هاك ونديرو كي كي بار، هذا هو السيمبول. يعني تشوفوا هذا الشكل راهو باسكيل ار اس.
نروح الآن نشوفوا الحالة السينكرون. قلنا هنا حالة الأسينكرون، نروح نشوفوا حالة السينكرون. باسكيل RS H H يعني avec horloge H اللي هو الأسينكرون اللي هو السينكرون. حالة سينكرون RS H يعني مع horloge H. في الحالة هذه السيمبول تاعنا في الحالة هذه راح يكون الباسكيل RS معها H، يعني السيمبول يعود كما هاك. نسموه CLK كلوك اللي هو H. هذه إذا ترجع الباسكيل الجديدة افيك اش تعود كيما هاك. كاين هذا النوع من الرمز هذا، وكاين النوع ثاني آخر اللي هو اس ار كي كبار، جي هنا مثلث تجي مع سيركل اش. كاين هذا الرمز وكاين هذا الرمز، هادو كامل باسكيل ار اس اش يعني افيك اورلوج. الان الاورلوج هو اللي يختلف، هو اللي يختلف بهذا النوع وبهذا النوع. الان راح نشرح واش معنى هذا الرون. هذا هذه معناها الرمز، هذا معناها فرومونتون جبهة صاعدة، هذا يسموه فرون ديسوندون يعني جبهة نازلة. ايش معنى جبهة صاعدة جبهة نازلة؟ هذه جبهة صاعدة، الرسم تاعها يجي كما هاك، وهذه جبهة نازلة رمز تاعها يجي كما هاك. يعني نسمح بتغير المخرج وفقا لحالة المدخل إذا كانت إشارة الأورلوج المؤقت هذا في حالة الصعود، يعني لما تنتقل من الصفر إلى واحد، بمجرد أنها تنتقل من الصفر إلى واحد نسمح بتغير حالة الخارج بدلالة حالة الدخل. نظن هاي واضحة. لما يعني لما تكون الاش هنا في هذه القيمة ما تتبدلش، هنا راهو عندي، احنا الان اصبحنا نعرف الباسكيل ارس، هنا يا عندي واحد وهنا عندي صفر، والحالة هذه السابقة هي صفر واحد، هذه الحالة السابقة هي صفر واحد وهنا واحد صفر. نورمالمون هذا الواحد يأثر في الخرج ترجع واحد حسب جدول الحقيقة، كيعود اس يساوي واحد وار يساوي صفر راح يخرج هنايا واحد، لكن هذا الواحد اللي هو راح يخرج ما يخرجش الا اذا سمحت له الاش، والاش وقت تسمح في حاله الفرومونتون اللي هو في الرمز هذا، لما يصعد هذا من الصفر الى الواحد، لما يوقع الانتقال من الصفر الى الواحد، يعني في هذه النقطه ما تغيرش، في هذه النقطه ما تغيرش، في هذه النقطه ما تغيرش، في ذي النقطة ما يتغيرش، في ذي النقطة ما يتغيرش، هو يوصل للواحد بالضبط من صفر إلى واحد راح تتأثر الخارج بدلالة الدخل، يعني تصبح هذه واحد وهذه صفر. نفس الفكرة هنا، تغير الخارج بدلالة الدخل لا يكون إلا بانطلاق ولا تغير الآش من الواحد إلى الصفر. من الواحد إلى الصفر، يعني لو كي يوقع هذا التغير من الواحد إلى الصفر هنا راح يوقع تغير من الخارج بدلالة الدخل واللي هو الجبهة النازل. واضحة هذه؟ إذا نروح الآن، هذا وش معنى الفرومونتو فروم ديسوندو، وش معنى الآش كي نستعمل في حالة الفرومونتو والآش كي نستعمله في حالة الفرومونتو. الآن نروح نرسم الشيما تاع الباسكيل إيراس في حالة الأورلوج. عندي هذه اس
هذه الباسكيل على دو نور. هنا واش اضفنا؟ كون تشوفوا قبيل هنايا هذا الجزء، اللي منا هذا الجزء، هذا هو الباسكيل اراس اللي شفناها قبيل بدون اورلوج. الان هذه باستعمال الاورلوج، يعني لما يكون الاورلوج هنايا هاو الجبهه هذا ويخدم بالجبهه الصاعده هنا، لما يكون صفر راح تجي هنا صفر وتجي هنا صفر. واش معناها؟ معناها مهما كانت قيمه الاس والار راح تخرج صفر، وهنا راح تخرج صفر، وبالتالي راح تكون الخرج تاعي هنا يكون يساوي الحاله السابقه، لانه الاس والار يساوي صفر صفر. لما هذا ينتقل من الصفر الى الواحد يرجع هنا واحد، يرجع هنا واحد، وبالتالي راح تكون اس في واحد معناها ترجع اس، وهنا راح ترجع ار، وبالتالي ترجع لي اس ار. هنا يتغير الخرج حسب قيمة الاس والار. نعطيكم شيما بدلالة الناند، هذه بدلالة الناند، هذه الشيما تاع الباسكيل ار اس اش بدلالة الناند الشكل تاعها. نعطيكم جدول الحقيقة، اس ار اش كي تي بلس ار. لما يكون اش يساوي صفر مهما كانت قيمة الار ومهما كانت قيمة الاس فالخرج يساوي الحالة السابقة، تكون اس اش يساوي صفر مهما كانت الار، مهما كانت الاس صفر 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 واحد واحد صفر واحد واحد، مهما كانت الحالة راح تخرج هنا حالة السابقة. لما ترجع الاش تساوي واحد، هنا عندي حالة صفر 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 واحد والواحد صفر، كيعود الاش معناها اكتيف، يعني هو اللي يعطينا الحركة الباسكيل. كيعود واحد واحد واحد، هنا نحكو في حالة الفرومونتو، رانا هنا نحكو في حالة الفرومونتو. لما يعود صفر هذا واحد وهنا صفر صفر راح يعطي لي الحالة السابقة، يعود صفر واحد يعطي لي صفر، يعود واحد صفر يعطي لي واحد. اما هنا يعود واحد واحد مهما حتى تكون الاش فان الخرج هنا انتردي مهما كانت قيمة الاش، حتى ولقى الاش صفر ولا واحد الحالة هذه انتردي بالنسبة للاسورتي. هذا هو لطابل فيريتي تاع باسكيل ارس اش. طبعا السيمبول انا شفناه هنا قبل، انا عطيتكم السيمبول، سيمبول يجي كما هاك بهذا الشكل اذا كان فرومونتون، ويجي بهذا الشكل اذا كان فرون ديسوندون. ناخذ مثال على الكرونوغرام قبل لا نكملوا الجزء هذا. اكزامبل اخذوه هنا، شوفوا الاش كيف راح ندير الاش، نرسم الاش هي الاولى، راح ناخذ فرومونتو. كي ناخذ فرومونتو معناها ندير الرمز هذا، ندير فلاش هنا باش نوضح بلي نتعامل مع الفرومونتو. لاحظوا هذا هنا فرومونتو، كان خديت الجهه هذه راح تعود فرون ديسوند، صح اني خديت فرومونتو صافي. وين كاين صعود من الصفر الى واحد راه يمثل تغير. الآن ناخذ اس و ار،
وناخذ الكي، خذينا الحالة. الآن التغير يختلف، التغير يختلف عن الحالة السابقة. التغير هنا يبدأ، تشوفوا مليح، مانيش راح نشوف وين وقتها يتغير هذا كيما قبيل ملي كنت ندير هنا، وقتها يتغير هذا وقتها يتغير هذا، لا، مباشرة رايح نرسم عند الفرومونتو كل صعود، ما نشوفش بقية كامل. لماذا؟ لأنه الفرومونتو هو اللي يسمح بالتغير على مستوى لاسورتي، وبالتالي راح نشوف مباشرة حالة الفرومونتو. شوفوا مليح، الآن نمشي هنا، نحبس حتى هذه النقطة، من بعد شوف هنا راح نقرأ النقطة هذه والنقطة هذه في حالة فرومونتو. هنا عندي صفر صفر، معناها الحالة السابقة. إذن الحالة السابقة مباشرة نروح للنقطة الثانية، الفرومونتو الثاني، ما نشوفش هذه باللي هي هنا وعندي تغير اس نورمال، ممكن نورمال هنا واحد صفر نورمال، لا صورتي تغير، بصح لا صورتي تغير بدالة العاش. إذن ما نشوفش هذه الحالة. نقرا هنا، وصلت هنايا يعني نقرا هذه النقطة وهذه النقطة. هذه النقطة واش تقول؟ تقول واحد صفر، يعني المخرج يتغير رجع واحد مباشرة للنقطة الثانية. النقطة الثانية نقرا هذه النقطة، عندي صفر واحد، معناها المخرج يرجع صفر حتى لهذه النقطة. النقطة هذه واش تقول؟ تقول واحد صفر، صافي يرجع واحد حتى لهذه النقطة. النقطة هذه واش تقول؟ تقول واحد صفر، يعني يساوي واحد حتى لهذه النقطة. النقطة هذه تقول صفر صفر، معناها الحالة السابقة، الحالة السابقة واحد، إذا تمشي واحد. النقطة هذه والنقطة هذه واش تقول؟ تقول صفر واحد، معناها يفرض صفر حتى للنقطة هذه، وهكذا. يعني مانيش رايح نركز على تغير الاس والار، لا، راح نشوف لحظة تغير الاش فرومونتو، ثم نقرا الحالة نتاع الاس والار واش تقول. اس والار هنا واش تقول؟ هنا واش تقول؟ هنا واش تقول؟ هنا واش تقول؟ وهكذا. اذا هذا هو طبعا الفرومونتو، هذه عدي فيها صفر ثاني تبقى صفر. هذا وبالله التوفيق، بارك الله فيكم، تقبل الله صيامكم وقيامكم، صح فطوركم، السلام عليكم.